بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. في حياة الست العذراء لاحظنا إنها تعرضت لمواقف صعبة كتير خالص، ولم نراها أبدا تدين حد. يعني من أصعب المواقف إنها تكون عند الصليب مثلا وشايفة الجنود الرومان بيدقوا المسامير في إيدين ابنها وإكليل الشوك والحربة وكل الأمور الصعبة دي جدا، ما شفناهاش صرخت في جندي منهم قالت له انت ظالم او ايه الافتراء اللي انتوا بتعملوه دوت، او يعني بالعكس شفناها صامته الى ابعد الحدود، يهنوه يقولوا عليه كلام صعب، يقولوا خلص اخرين واما نفسه لم يقدر ان يخلصها فلينزل الان من على الصليب لنؤمن به. طب وبعدين؟ لم نرى ابدا الست العذراء بتقول كلمه عن حد من دول. حتى في هروب العائله المقدسه لارض مصر ما قالتش ده هيرودس ده ظالم، ازاي يقتل اطفال وازاي يعمل، لان الخبر قتل اطفال بيت لحم جالهم وهم في الرحله، يعني في بدايه الرحله كده سمعوا بالخبر، لكن لم نراها ابدا بتقول كلمه عن حد او تدين حد او تتكلم عن رؤساء الكهنه او تقول دول فيهم او فيهم، بالعكس رغم انه يعني فعلا هم كانوا ظالمين وكانوا يعني بياخدوا احكام بافتراء، لكن شفناها فعلا محترسة جدا جدا من خطية الإدانة، جابتش سيرة حد خالص. في اللي منكم بقى بيصلي بالأجبية، حد بيصلي بالأجبية؟ طب نشكر ربنا. حد فاكر الإنجيل بتاع الخدمة التانية؟ ها، ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذ امرأة في المدينة كانت خاطئة. المهم إيه؟ المهم لما جه الفريسي ده شاف ان السيد المسيح سايب المرأة الخطية دي بتلمسه، قال ايه؟ لو كان هذا نبيا لعلم ما هذه المرأة ومحلها انها خاطئة. فهو ادان مين هنا؟ ادان الاثنين، لو كان هذا نبيا يبقى ده مش نبي، لعلم من هذه المرأة ومحلها انها خاطئة، يبقى ادان السيد المسيح في قلبه وادان المرأة. طبعا السيد المسيح رد عليه واتكلم معاه في النقطة ديت، ونلاقي برضو في الآخر لما السيد المسيح قال لها اذهبي إيمانك مغفورة لك خطاياك، راح برضو قالوا من هو هذا الآخر الذي يغفر خطايا. كل ده برضو في سرهم، في إدانة في القلب، في إدانة في الفكر. طبعا دي بتسبق الإدانة باللسان، لما أنا بدين حد بفكري ممكن الموضوع يتطور ويصل إيه الى اللسان، وكلاهما خطية، لكن هو بيبدأ الاول فين؟ في الفكر. عشان كده الانسان المفروض يحترس من كل افكار تيجي على عقله، ويحترس من انه يدين الاخرين بالعقل او بالكلام. ومن قريني مرة كانت في القداس في بداية رهبانتها خالص، وبعدين وهم في القداس كان في اتنين من الامهات بيتكلموا عن شغل المشغل او حاجة زي كده، فكما لو كانت ادانتهم في قلبها ان هم يعني ايه بيتكلموا اثناء القداس، برضو رجعت القلايه بتاعتها، وفي اتنين برضو كانوا بيتكلموا قرب شباك القلايه بتاعتها، فايه ادانتهم بالفكر. جت في اليوم ده شافت رؤيه عجيبه، لقيت نفسها في مكان مظلم جدا ورائحه كريهه صعبه خالص ومكان مرعب يعني، وبعدين ولقيت ملاك واقف، فبتقول له ايه المكان ده؟ قال لها المكان ده بيجي فيه الناس اللي بالدين، الناس اللي بالدين بتيجي في المكان ده. فقعدت تفلفص عشان تخرج من المكان ده، فعلا خرجت بين جدارين كده ضيقين خالص لدرجة ان هي يعني الجلابية بتاعتها اتقطعت وظهرها اتجرح. مهمة ايه؟ نفدت ورجعت وفاقت من الرؤية دي، لقت فعلا الجلابية بتاعتها مقطعة وظهرها متجرح، وكان ده درس ليها من بداية رهبانتها، ان اللي بيدين حتى بالفكر يروح فين؟ يروح في مكان مش حلو. عشان كده ده درس ليها ولينا، ان احنا نحترس جدا حتى من الادانه بالفكر. القديس دورسيوس بيعرف الادانه بيقول هي ان يخبر الانسان بما لاخيه من خلق رديء فيقول انه سارق او كذاب او ما شابه ذلك، فيحكم عليه بالاستمرار فيها وعدم الاقلاع عنها. يعني انا اشوف فلان اقول ده حرامي، فلان ده مش عارف ده كذا، واقعد ايه اتكلم على الاخرين ده مش صح خالص. طيب تعالوا نشوف واحد زي يوحنا المعمدان يقف قدام هيرودس
ويقول له لا يحل لك. حد فاكر قال له ايه؟ لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك زوجة لك. طب ينفع يقول للملك الكلام ده ومش تبقى ادانة دي ولا ايه الحكاية؟ ايه رأيكم؟ ينفع يقف قدام الملك ويقول له كده؟ ها برافو عليك، وبيقول الحق. اذا الكلام دوت مش ادانة، لانه ايه؟ لانه هيسأل عن كده. يوحنا المعمدان نفسه لو ما قالش الكلام ده ربنا هيحاسبه، يقول له انت كنت شايف الغلط وساكت، او سايبه هيعمل كده. وبعدين ده الملك، لو الملك اتجوز امرأة اخيها تبقى ايه؟ قاعدة. كل الشعب كده كمان هيعمل نفس الحكاية. فكان لازم يوحنا المعمدان يعمل كده. فمن حق المسؤول سواء الاب في الاسرة او الام في الاسرة او المديرة في المكان او الاخت الكبرى، او ان الواحد لما يكون خادم او خادمة وعندها مخدومين تحت ايدها، او الاب الكاهن، فمن حقكم انكم توبخوا وتوجهوا وايه وتتكلموا عن اخطاء الناس اللي ربنا هيسألكم عنهم. يعني ما ينفعش واحدة مثلا تشوف بنتها بتعمل حاجة غلط وتقول مش عايزة ادينها، لا طبعا دي لازم تجيبها وتوبخها وتوجهها، لانها هتسأل عن كده قدام ربنا. في العهد القديم في كاهن سقط في هذه الخطية، فاكرين مين؟ ان هو لم يردع ابنائه. برافو عليك. وعالي الكاهن ولاده كانوا بيعملوا خطية صعبة، ويعني يمكن قال لهم مرة كده ما تعملوش كده تاني وخلاص، ولم يردعهم. ربنا غضب عليه جدا وقال كده: هوذا انا فاعل امرا في اسرائيل، كل من سمع به تطن اذناه. يعني ايه تطن اذناه؟ الواحد لو سمع طبلة جامدة ولا الافراح اللي بيبقى فيها اللي هي الدي جي دي بيبقى صوتها عالي قوي، الواحد لو عدى من جنب السماعة ودانه الطن يعني بقى مش قادر يسمع حاجة تاني بعد كده. فربنا بيقول انا هعمل حاجة، خبر بقى هيوصل لكم اللي هيسمع الخبر ده ودانه هتطن من كتر شدة الخبر. ايه يا رب ده كله؟ لان عالي الكاهن عارف ان ولاده بيعملوا الغلط ولم يردعهم. قال لهم كده في صموئيل الاول: باني اقضي على بيته الى الابد من اجل الشر الذي يعلم ان بنيه قد اوجبوا به اللعنة على انفسهم ولم يردعهم. اذا التوبيخ والتوجيه في الحالة دي ايه؟ ده واجب ملزم. ما ينفعش انه يشوف ولاده بيغلطوا ايه ويسكت، هيسأل عنهم قدام ربنا، فينفعش يسكت. برضو نفس الكلام ده ربنا قاله لحصبيال، قال له: يا ابن ادم قد جعلتك ايه؟ رقيبا للناس. يعني ايه؟ كان زمان المدن يبقى حواليها سور، والسور ده مش سور طوبة واحدة كده، ده سور كانت بتمشي عليه عربيات عسكرية. يعني السور سور كده كان عبارة عن زي بيت، وده السطح بتاع البيت بس طبعا حوالين المدينة كلها. وعلى السور يعملوا برج عالي، ويبقى واحد وظيفته في البرج ده انه رقيب، يبص دايما على حوالين المدينة، لو لقى اي اعداء جايين على المدينة يضرب بالبوق بسرعة، يبقى ايه؟ يقفلوا ابواب المدينة والناس تمسك السلاح ويستعدوا ايه؟ للحرب. فبيقول كده ان الرقيب ده لو نام وجم الاعداء هجموا على المدينة وموتوا ناس فيها، كل حد مات سفك دمه في المدينة، هيطلب دمه من مين؟ من الرقيب. ما هو الرقيب ده اللي نام ساب الناس ماتت تحت. طيب افرضوا الرقيب كان صاحي وشاف الخطر جاي وضرب بالبوق، وبرضو في ناس ماتت في المدينة، يبقى ايه؟ دمهم على رؤوسهم. انا ماليش دعوة، انا ضربت بالبوق او ما شفت الخطر، هما ما استعدوش دي مشكلتهم. فربنا قال ايه لحصبية كده؟ قال له: يا ابن ادم قد جعلتك رقيبا للناس، فاسمع الكلمة من جهتي ووبخهم. يعني انا هقول لك على كلام تقوله لهم، لازم تقوله لهم وتوبخهم، لو ما قلتوش انت اللي هتسأل عن هؤلاء الناس. عشان كده تخيلوا كده لو يونان اصر على عناده بعد ما قذفوا الحوت على البر ومرضيش يروح نينوى، واهل نينوى دول ماتوا في خطيتهم، كان حصل ايه؟ كان ربنا هيطلب دمهم من مين؟ سكت ما اتكلمش، ما وصلش الرسالة، ما وصلش صوت ربنا. طب لو يونان راح لف المدينة وقال لهم توبوا توبوا وبعد 3 ايام تنقلب المدينة وايه ومتابوش، يبقى ايه؟ هيموتوا بخطيتهم لكن دمهم ايه؟ على رؤوسهم. يونان بريء، انا وصلت يا رب الرسالة اللي انت قلت لي عليها وعملت اللي علي، هم متابوش دي تبقى مشكلتهم هم. عشان كده نلاقي كثير من
المبشرين يتكلموا ممكن كلام يكون صعب شوية، ويمكن نقول ليه يقولوا كده؟ يعني يجي مثلا يوحنا المعمدان في وسط الناس يقول لهم توبوا، وكلمة توبوا معناها انتوا خطاة، ودي بيقولها على الملأ قدام الكل، ما هو لازم ايه يوبخهم ويوجههم. ده حتى السيد المسيح في متى 4 قيل كده: منذ ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ما هي كانت محور الكرازة والبشارة التوبة. فلما السيد المسيح يقول لهم توبوا، يوحنا المعمدان يقول توبوا، الرسل والتلاميذ يقولوا توبوا، فدي مش إدانة لكن دي توبيخ وتوجيه. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما بيقول لتلميذه تيموثاوس: وبخ عظ انتهر، ما هو انت هتسأل عن الناس دي، فلازم ايه توبخهم وتوجههم. وبطرس الرسول برضه لما ادان حنانيا وسفيرة كان بيقوم بالدور اللي ربنا طلبه منه. طبعا في فرق بين الادانة بالفكر والتمييز. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عرفتي ان فلانة صاحبتك دي مثلا سلوكها مش كويس، او ليها طريقة مش كويسة، او وابتديتي تاخدي جنب منها، هل دي خطية ادانة؟ لا، انت شفتي السلوك بتاعها مش مظبوط وابتديتي ايه تبعدي عنها، لان رب الكتاب بيقول المعاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة. وفي المزمور الاول بيقول ايه بقى؟ حد فاكر؟ الناحية دي بس اللي حافظين على فكرة. لم يسلك في مشورة الأشرار. طب هو عارف مشورة الأشرار دي ازاي؟ لازم ايه؟ شاف وفكر دول أشرار لأن أفعالهم كلها شريرة، فأنا ايه بقى؟ مش همشي في ايه؟ في مشورة الأشرار، ولا في طريق الخطاة يقف، مش هقف في طريق. طب أنا عرفت منين إن دول خطاة؟ من تصرفاتهم. أنا ميزت وفكرت وعرفت الناس دول وحشين، أنا هبعد عنهم. لكن وأنا بحكم عليهم إن هم خطاة، أحكم بالتضاع، ما اقولش ده انا بار وقديس ودول وحشين، بص دول بيعملوا الخطيه لكن انا حلو انا قديس. لا، انا ابص ليهم بنظره اتضاع واقول ان كانوا هم ساقطين في خطايا كثيره انا هبعد عنهم لان انا ضعيف، ولو فضلت في وسطيهم ممكن اسقط انا كمان، وايه بمنتهى الاتضاع ابتدي انسحب وايه واصلي لهم في صلواتي ان ربنا يتوبهم، واقول لهم اقول له يا رب توبهم وتوبني. في مرة في بستان الرهبان جمل أب قديس كده وقالوا له: إلحق أبونا فلان سقط في خطية كذا. راح رد عليهم وقال لهم: أبي سقط اليوم وأنا أسقط غدا. أنتوا جايين يعني تقولوا لي صفقة صحفية؟ هو سقط، طب هو سقط النهاردة وأنا هسقط بكرة. الموضوع مش يعني، فعشان كده الإنسان لما في عقله حتى يفكر في خطايا الآخرين عشان يتجنبهم، ينظر لهذه الخطايا بالتضاع وبروح الصلاة يصلي من أجلهم. طب الإنسان لو شاف حاجة بتؤذي الآخرين يتكلم ولا يسكت؟ أنا أذكر في مرة كنت جاي في طريق 6 أكتوبر، وكان في عربية تريلا كبيرة قوي قدامنا في مطاش كده، وكان المحبس اللي وراني ده مهوي سنة وكانت شايلة زيت، فالزيت اللي واقع على الطريق ده كل عربية تمشي على الزيت ده تتزفلة تقع تروح محدوفة في حتة، عربية دي مش عارف تخبط وعربيات تتقلب وحاجات بهدلة. ففي واحد زميلنا بعربيه ملاكي سبق بسرعه ومش عارف راح بلغ كمين او المهم انه ايه عشان يوقفوها. هل هو غلط؟ ده كان لازم يعمل كده، ده لو سكت ده الناس في قد ايه ناس هتتبهدل على الطريق لو سكتوا على حاجه زي كده. عشان كده ان انا اتكلم عن خطيه معينه هتؤذي الاخرين دي مش ادانه، بالعكس ده انا بحاول الحق الاخرين منها. عشان كده الانسان في ملاحظاته لتصرفات الآخرين ياخدها بروح الاتضاع مش بروح الكبرياء، وياخد باله من كل تصرف. حتى انه يوحنا الرسول اللي هو مشهور بالمحبة شفناه في رسالته الثانية يقول كده: ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت. احنا عارفين ان كتابات يوحنا كلها عن المحبة، بيسموه يوحنا الحبيب. طب ليه بقى ان كان احد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام؟ لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. في وقت بقى لازم أوقف علاقتي مع فلان، فلان ده هيأذيني بتفكيره بمعتقده بأخلاقه، يبقى أنا إيه لما أخد موقف دي مش خطية، والإنسان لازم يكون حذر من خطايا الآخرين. حتى سيد المسيح نفسه كان بيحذرنا
من خطايا او من الانبياء الكذبه، يقول احترزوا من الانبياء الكذبه الذين ياتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفه. طيب احنا خلاص اتفقنا ان احنا هنوبخ ونوجه، عايزين نحط قواعد للتوبيخ والتوجيه دي. يعني لو مثلا ام شافت ابنها بيغلط تعمل ايه؟ ازاي توبخه وازاي توجهه؟ ايه رايكم؟ ولا تسكت؟ انا شايفكم ساكتين، فهي شكلها هتسكت. طب تمسكه تضربه؟ طب ايه؟ توجهه. احنا عايزين بقى ايه، هنتفق على شوية طرق كده ايه للتوجيه والتوبيخ. اول حاجة لما نوبخ او نوجه حد لازم يكون بأدب وباتضاع. لو انا جيت لولد كده قلت له بص بقى انت ما انتش نافع وانت وانت وانت، ممكن ما يسمعش بقية الكلام، خلاص هو نفسيته قفلت مش عايز يسمع ده، ايه الكلام الصعب اللي لا لا. لكن ممكن اقول له تعالى انت على فكرة كنت كويس قوي في كذا، وانت ممتاز في كذا، وعجبتني في التصرف الفلاني، وحاجات تكون حصلت فعلا يعني مش رياء ولا حاجة. اقول له بس في حاجة بقى نفسي تصلحها. هو كده ايه هيقبل مني اي كلام هقوله؟ ليه؟ هو انا قلت له حاجات هو بيعملها حلوة ففرح ان انا واخد بالي من الملاحظات الحلوة اللي هو بيعملها، بس عايز اقول لك بقى في حتة كده نفسي تصلحها، خد بالك اعمل كذا كذا، فكده يقبل الكلام. لما داود النبي كان واخد 400 راجل ورايح يقتل واحد اسمه نبال، فاكرين مين اللي انقذت الموقف؟ ابي جايل قابلته في الطريق بمنتهى الحكمة بطريقة يعني كلها تضاع، قالت له اسمع كلام امتك، ده انا خدمتك اسمعني، بتقول له دع امتك تتكلم في اذنيك، يعني سيب خدمتك تتكلم، يعني حتى هي في بداية كلامها بتستأذنه انها تتكلم وهو يسمع. شوفوا قد ايه الادب وقد ايه، يعني رغم ان هو رايح يعمل رايح يعمل مصيبه هيقتلها هي وجوزها وعيالها والخدمين، ويقول لن اترك له باقي البحائط، يعني مش هخلي واحد مستخبي ورا حيطه، يعني كان رايح يموت كل اللي هيلاقيه. لكن هي بمنتهى الاتضاع كلمته وقالت له ايه اسمع كلام امتك، دع امتك تتكلم في اذنيك. حتى الهدايا اللي واخداها معاها كشفت تقول له انا جايبه لك هدايا، قالت له ديت للغلمان السائرين وراء سيدي، دي حاجات بسيطة كده ايه لخدمينك يعني مش ليك. كلمته بمنتهى الاتضاع، ورغم ان المرأة في المجتمع اليهودي في الوقت ده ما كانش ليها مكانة، يعني كان صعب قوي ان داود وهو واخد قرار وهو 400 راجل انه رايحين حرب يعني يجي عشان امرأة يرجع في كلامه قدام الناس دي كلها، كانت برضو صعبة. لكن ايه، من اجل اتضاعها وادبها وحكمتها عمل ايه داود؟ خد ال 400 راجل ورجع وقال لها ايه مبارك هو عقلك، مدح ايه عقلها، هي ذكيه جدا، قال لها مبارك هو عقلك لانك منعتيني اليوم عن اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. برضو شفنا انه يوسف الصديق لما قدام امراه فوتيفار ما قالهاش ايه ده اللي انت بتفكري فيه او ايه اللي انت عايزه تعمليه ده، وقال لهاش انت خاطئه انت كده، قال لها كيف اصنع هذا الشر العظيم، وصف الشر ان هو شر عظيم، لكن ما قالهاش انت خاطئه عظيمه، لا ما قالهاش كده، يعني وصف الشر ان ده وحش قوي اللي احنا نعمله ده، بس ما اهانهاش بكلمه ما جرحهاش بكلمه. فالاتضاع مطلوب في التوجيه والتوبيخ، الانسان لما يتكلم باتضاع يقبل كلامه. نقطه تاني مهمه خالص، ان انا لو جم قالوا لي ابنك فلان بيعمل كذا، مش بقى تصور الام وتعمل وتفهم الاول تفحص الامر، انت سمعتي من صحابه ان هو شرب سيجاره مثلا، خلاص تعالى يا بابا ايه الحكايه، وتفهمي منه زي ما سمعنا منهم نسمع منه. عشان كده لازم يبقى في فحص وتدقيق. مين برضو وقع في العهد القديم في الغلطه دي؟ ها، في واحده كانت راحت الهيكل وعماله تبكي وحزينه وبتتمتم كده بكلام لكن صوتها مش طالع. قال لها الى متى تشكرين، متى تنزعين خمرك عنك؟ يا نهار ابيض، ده هي مرت النفس وبتبكي وحزينه وضرتها كانت عماله تضايقها، ضرتها اسمها ايه حد فاكر؟ برافو عليكم فننه. عماله تضايقها وبتعيرها، وكان ساعتها اللي ما بتخلفش دي في المجتمع الاسرائيلي في الوقت ده دي ربنا غضبان عليها دي وحشه، فطبعا كان صعب قوي. لكن عالي الكاهن ايه حكم باستعجال وادانها
او وجهها ووبخها على امر هي ما عملتوش. عشان كده المفروض الانسان يحترف جدا. اذكر ان في واحد من ولادي في الاعتراف شغال كان في ورشة خراطة. في ورشة الخراطة دي عندهم زي سبرتاية او وابور او حاجة بيولعوه بولاعة، فكان بيروح يولع الولاعة وبدل فمرة نسيها وحطها في جيبه. المهم ايه، وروح البيت ومامته خدت البنطلون تغسله لقت الولاعة، ما اقولكوش يعني تقريبا البيت ولع بالولاعة دي، افتكرت انها بيشرب سجاير بقى وفي جيبه ولاعة، يبقى الامر خلص على كده. فاحنا عايزين نتروى قبل ما نولعها، يعني نفهم الاول ايه الاحداث ونتفاهم يعني. طيب كمان من الحاجات المهمة خالص ان ما ينفعش نوبخ او نوجه حد نفسه مرة. يعني ايه؟ ولد جاي مثلا من امتحان ولخبط في الامتحان وجاي بيبكي ومفطور من العياط، ما تجيش امه تقول له تعالى ده انت شنافع تاني، انت مش عارف احنا بس محسوب علينا نفر، وتقعد تقول له كلام تتعبه جدا لدرجة انه مش عايز يروح بقية الامتحانات خلاص، هو نفسي ده هو جاي بيبكي وتعبان. بالعكس ده امه تاخده وتطبطب عليه تقول له يا بابا معلش دي مادة، احنا بقية المواد بقى هنذاكر ونجيب فيها درجات حلوة، ما يهمكش مش مهم اللي حصل حصل، تعالى بقى نذاكر وتعالى نشوف بقية الحاجات وايه، وترطبه كده وتهديه، مش ايه تبكته وهو نفسه مر. ما ينفعش نبكت حد وهو ايه نفسه مر وندمان على اللي حصل. مين وقع في الخطية دي في العهد القديم؟ في واحد كان نفسه مر ومستوي على الجنبين وجمله 3 أصدقاء يعزوه، بدل ما يعزوه صحقوه بالكلام، قال لهم إلى متى تصحقونني بالكلام؟ ده انتوا بهدلتوني بكلامكم، ده تصحقونني بالكلام دي كلمة صعبة، ده انتوا يعني تعبتوني قوي بكلامكم. ليه؟ هو نفسه كانت مرة وكان مستوي خالص، ده عايز كلمة تعزية، عايز كلمة حلوة يقولوها له، لكن للأسف معزهوش وتعبوه. قال لهم معزون متعبون كلكم، يعني انتوا جايين تعزوني لكن انتوا متعبين خالص. عشان كده الانسان اللي يكون نفسه مرة ما نتعبوش بالتوبيخ. الابن الضال لما رجع لباباه، باباه عاتبه على حاجة، قال له فين الفلوس اللي انت خدتها وانت ماشي؟ انت كنت فين اليومين اللي فاتوا دول؟ قعدت مع مين من صحابك؟ كلمه في حاجة من دول؟ ولا جاب له سيرة حاجة، بالعكس ده فرح بيه، فرح ان هو خد قرار العودة، بص للجانب الايجابي فيه وعارف ان نفسه مرة بسبب اللي حصل، فما وبخوش ولا وجهه. برضو للتوبيخ والتوجيه وقت. الكتاب المقدس بيعلمنا بيقول لكل شيء تحت السماوات وقت. يعني ايه؟ في وقت ينفع فيه التوبيخ وفي وقت ما ينفعش. تخيلوا كده لو في أسرة طفل كده مثلا كان بيلعب والجرح جرح جامد وعمال ينزف، يجي الأب من بره ايه ده؟ ايه اللي انت عملتيه وانت كنت فين؟ ويقعد يتخانق مع الام. طب الولد بينزف، طب مش نلحق الولد وبعدين نتخانق؟ الخناقه دي يعني ممكن ليها وقتها يعني، لكن ممكن تتاجل الخناقه وننقذ الولد اللي بينزف وبعد كده نتخانق، يعني احنا معانا العمر طويل نتخانق براحتنا. لكن للاسف ساعات كده ايه بناخد التوبيخ والتوبيخ في وقت غير وقته. لا طبعا ننقذ الولد الاول وبعد كده نشوف ايه الموضوع. مره برضو قصه كان كتبها قداسه البابا شنوده، قال انه كان في طفل نزل يستحمى في ترعه او في كده في نهر او حاجه وهو بيعوم ابتدى يغرق، فبتدي يصرخ ويئب ويغطس وعمال يشاور، فجاله راجل كده من ماشي على الشاطئ فشافه قال له ايه يا ابني ده، انت ايه اللي نزلك في الحته دي؟ مش كان المفروض تتعلم السباحه الاول؟ وعمال يكلمه الولد بيغرق بيموت جوه. طبعا ده توجيه وتوبيخ بس مش في وقته خالص، المفروض ينقذ الولد وبعدين ايه يبقى يتفاهم معاه، لكن يقعد يشرح له انه كان يروح حمام سباحة ويتعلم وكل والولد بيموت يعني. فطبعا للتوبيخ والتوجيه وقت. طيب كمان حاجة، نقطة مهمة خالص، ما ينفعش ان انا اوبخ واوجه حد وانا اكون اسوأ منه. ما ينفعش الام تقول لبنتها بصي بقى انا عايزاكي تواظبي على القداسات وهي ما بتروحش القداسات، عايزاكي كل يوم بالليل قبل ما تنامي تصلي في الاجبية. طب ما ماما انت ما بتصليش بالاجبية. ما ينفعش ابدا ان احنا نوجه حد لسلوك معين احنا نفسنا ما بنسلكوش. ما ينفعش تقول لها شيلي القذر اللي في عينك، طب ما هتقول لها ماما في خشبة عندك. لا احنا الاول نشيل الخشبة من عينينا وبعد كده نبقى نقدر نوجه الاخرين ان هم يشيلوا القذى من عينيهم. كمان كل طريقة للخطأ ليها طريقة للتوبيخ والتوجيه. يعني ما ينفعش مثلا
ولد صغير يكون بيعمل حاجة غلط وحواليه صحابه ونسيبه يعمل الغلط ده، كل صحابه هيعملوا زيه. يعني لو ولد في مدارس الأحد عمال يجري ويتنطط وكده، لو المدرس ما وقفوش عن اللي هو بيعمله ده، كل الولاد هي ما نفسهم يقوموا يهزروا ويجروا زي زميلهم. فلازم ايه؟ يوبخه قدام الكل. لكن ما ينفعش مثلا ابونا يجي في القداس يقول له فلان عايزك تتوب. طبعا ما ينفعش انه نوبخ حد قدام الناس كده، لا. كل طريقة في الخطأ ليها طريقة في التوبيخ والتوجيه. سالونيكي الأولى يقول كده: الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. دي في حالة معينة. لكن نلاقي سيد المسيح مثلا في متى 18: إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. يعني في وقت أوبخ بيني وبينه، وفي وقت أوبخ أمام الجميع. كل ده حسب الخطأ وحسب الشخص اللي أنا بتكلم معاه. عشان كده مهم خالص إن إحنا ناخد بالنا في توبيخنا وتوجيهنا للآخرين إنه ليها طريقة معينة نستخدمها. كمان ما ينفعش إن أنا أوبخ أو أوجه حد ليس تحت مسؤوليتي. يعني إيه؟ في اخ راح للشيخ في بستان الرهبان وقال له كده: ان سكنت مع اخوه ورايت منهم امر غير لائق فهل تشاء ان اتكلم؟ قال له الشيخ كده: ان كانوا هم اكبر منك او في مستواك فسكوتك خير لك، لانك بسكوتك تخلص. يعني اكبر منك او في مستواك دول مش تحت مسؤوليتك، دول مش تلاميذك عشان توبخهم او توجههم، فبسكوتك تخلص. يعني في وقت فعلا الانسان الناس اللي هم لا يقعوا تحت مسؤوليته يفضل ان هو ما يتكلمش او يوبخ حد لا يقع تحت مسؤوليته. في مرة بطرس وهو كان على السطح وربنا وراه له زي ملاية كده فيها كل انواع الاطعمة، فقال له: يا رب انا عمري ما اكلت شيء دنس او نجس. قال له: ما قدسه الله لا تنجسه انت. وقال في أعمال 10 كده: قد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. الناس الذين لا يقعوا تحت مسؤوليتي ولن أسأل عنهم أمام الله، فدول يستحسن أن أنا ما عودش أوبخ أو أوجه فيهم، وقد لا يقبلوا هذا التوبيخ أو التوجيه، وقد تحسب علي خطيئة إدانة لما أتكلم مع ناس لا يقعوا تحت مسؤوليتي. أقول ده فلان اللي في الكنيسة الفلانية اللي بيعترف عند أبونا فلان ده مثلا بيعمل وبيسوي ومش بيقع تحت مسؤوليتي، ولما أتكلم عن خطاياه أنا بتكلم أو بدين كده في خطايا الآخرين. عشان كده خطيئة الإدانة دي خطيئة خطيرة خالص، عايزين نتكلم عن شوية مخاطر ليها. أنا في مرة قعدت أجمع في بستان الرهبان وأقوال من الكتاب المقدس، لقيت 7 مخاطر للإدانة. قعدت أدور تاني بستان الرهبان طلعوا 10، وخايف ادور تاني يبقى في مخاطر اكتر للادانه. فانا هكلمكم النهارده كده في عجاله عن 10 مخاطر للادانه. اول حاجه، اول خطر من مخاطر الادانه انها اغتصاب حق من حقوق ربنا. انا لما بدين اكني بقول يا رب انت الديان، بس انا لا، انا هشتغل ديان ايه شويه كده. طبعا في مزمور 50 يقول: الله هو الديان. وشفنا ابراهيم ابو الاباء لما كان بيتكلم مع ربنا قال عنه ان هو ديان الارض كلها، فما ينفعش ان انا ادين. في رساله رومية يقول: من انت ايها الانسان يا من تدين، عبد غيرك هو لسيده يثبت او يسقط، ولكنه سيثبت لان الله قادر ان يقوم. هو عبد لسيده، انت مالك وماله يثبت او يسقط؟ دي ايه؟ دي حاجه تخص سيده ما تخصكش انت. في قصه جت عن قص اسمه اسحاق الطبايشي، دي جت في بستان الرهبان، ان هو طلبوا منه انه يروح يحكم على راهب اخطأ. وكان معروف عن قداسته ان هو كان ليه قلاية في البرية ومتوحد، فجابوه يحكم على الراهب اللي اخطأ ده. فراح وحكم وخلص كل حاجة، وهو راجع قلايته لقى ملاك واقف له على باب القلاية وقال له: ربنا بعتني ليك اسألك، انت حكمت على اخ فلان، طب عايز تودي نفسه فين؟ يعني خلاص انت بقيت تحكم مكان ربنا، طب عايز توديه بقى الجحيم ولا الملكوت ولا عايز تعمل ايه؟ ففاق ساعتها قس اسحاق الطبايشي وقال له: اخطأت الى الله فصلي عني ان يغفر لي. فقال له كده الملاك: قد غفر الله لك، ولكن عليك ان تحفظ نفسك ولا تدن انسانا قبل ان يدينه الله. قديس دورسيوس بيقول: ويل لمن يدين اخاه،
لأنه سيهلك نفسه بكونه صار ديانا، هيهلك نفسه الإنسان اللي بيعمل نفسه إيه ديان، لأنه بيغتصب حق من حقوق الله. يقول كمان القديس درسيوس: الحكم على خليقة الله يليق بالله ذاته لا بنا. عشان كده الإنسان المفروض لا يدين أحد. سيد المسيح نفسه اللي كان من حقه يدين كان بيتنازل عن هذه الإدانة. لما جابوا له المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل قال لها: أما دانك أحد؟ قالت له: لا يا سيد. قال لها: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. الله، طب ما الديان نفسه ما بيدينش، أنا بقى العبد اللي هدين. نشوف كمان برضو على الصليب أنه يطلب من أجل صليبيه، وكما لو كان بيديهم الحل. ويقول كمان في يوحنا 12: لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. أنا صحيح الديان وممكن أدين، لكن أنا إيه، عايز أسامح وعايز أغفر وعايز مدينش حد. في قصة برضو جت في بستان الرهبان عن الأنبا مكاريوس. قوم الإخوة قالوا له: إلحق فلان ده عنده واحدة في قليته. فقال لهم: طب ما تقولوش على أخوكوا كده. قالوا له: لا، هو هي هناك. راح إيه، مشي معاهم وسبقهم للقلاية. المهم إن الأخ ده خباها في حاجة بيسموها المجور. الأنبا مكاريوس قعد على المجور، وهم دخلوا دوروا في القلاية ما لقوش حاجة. قال لهم: ما لقيتوش حاجة؟ قالوا كسفوا، قالوا له: قوم من على المجور ندور. وخرجوا. وبعدين هو قال للأخ كده، قال له: احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك. وهو خارج من باب القلاية سمع صوت جاي له بيقول له: الطباق يا مكاريوس الطباوي، لأنك تشبهت بخالقك تستر العيوب. مصر مين اللي بيستر العيوب؟ ربنا. فهو لما ستر هو كمان فتشبه بربنا. كمان ده الخطر الأول، إنها إيه، اغتصاب حق من حقوق ربنا. تاني خطر إنها بتضيع عليا الملكوت. يقول: لا تدينه لكي لا تدان. إذا أنا لما هدين هأدان، وهأدان يبقى مش هدخل الملكوت. في رسالة روميا 2:1 يقول كده: أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين. يعني مفيش عذر. كل من يدين دي معناها إن مش في حالات معينة هدين هتعدي وفي حالات تانية مش هتعدي. لأ، أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك. تحكم على نفسك يبقى إيه، ضاع الملكوت. لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ما كلنا تحت الخطية، ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها إنك تنجو من دينونة الله العادلة؟ يعني بتفتكر أو تظن إنك لما تدين هتنجو من دينونة الله العادلة؟ لا، مش هتنجو من دينونة الله العادلة. إذن اللي بيدين هيحصل له إيه؟ هيفقد منه الملكوت. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك، أصل خطيئة الإدانة فيها قسوة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. استعلان دينونة الله العادلة دي معناها إن الإنسان مش هيوصل الملكوت. قال أحد الشيوخ إن خطية الإدانة من شأنها أن لا تترك صاحبها يحضر قدام الله. ده شفنا المرنم نفسه في إحدى المزامير قال إني كنت أطرد من يغتاب قريبه سرا. يعني لما كان يجي حد للملك داود وهو ملك البلاد كلها ومن حقه يعرف أخبار البلد، لما حد يجي يغتاب قريبه سرا كان داود إيه، يطرده. فما بالكم الإنسان اللي بيغتاب قريبه فيطرد من محضر الله. قصة برضو جت في بستان الرهبان عن راهب، يعني كان مقصر في قانون الروح كده، عامل زي حالاتي. جرس الكنيسة يرن يبقى آخر واحد يروح، جرس التسبيحة آخر واحد ينزل، وتلاقوه مقصر كده إيه، عامل زي أبونا كرولوس آخر واحد. فإيه، فجيه في نهاية أيامه بعد ما عاش سنين كبيرة في البرية، جيه ساعة النياحة جمعوا حوالي الرهبان في القلاية وقالوا له، ولقوه فرحان قوي ومتهلل. فيعني قالوا له: سامحنا يا أبانا، احنا كنا متوقعين انك في اللحظات دي تكون مرتعد وخايف. هما شايفين القانون الروحي بتاعه كده ايه، مش قد كده يعني. قال لهم: اصل انا شفت رؤية. وحكى لهم عن رؤية، قال لهم: شفت 3 ملايكة جايين ياخدوا روحي وفي ايدهم حاجة. فبقول لهم: ايه اللي في ايدكوا ده؟ قالوا لي: ده صك خطاياك. فقال لهم: خطاياي انا عارفها واسامي انا حافظها، لكن انا متمسك بوعد ربنا اللي قال: لا تدينه لكي لا تدانه. وانا طول السنين اللي قعدتها في البريه عمري ما ادنت حد. دي كانت الفضيله الوحيده بتاعته اللي هو متمسك بيها،
عمري ما ادنت حد طول السنين اللي انا قعدتها في البريه. ولما قلت الكلمه دي صك الخطايا اللي كان في ايده متقطع وقع على الارض، وفقت من الرؤيه وانا فرحان ان انا هدخل الملكوت بفضيله واحده، هي ايه؟ عدم الادانه. يعني انا لو قدرت احتفظ من عدم من ان انا ما اجيبش سيره حد، واحتفظ من خطيه الادانه، افوز بالملكوت وافرح بوجودي مع ربنا، لانه قال لا تدينوا كي لا تدانوا. القديس إريش بيقول انه زي ما زمان الحيه لما كلمت حواء خرجتها من الجنه، قال برضو القديس إريش اللي بيسيب ودانه الكلام النميمه يخرج من الجنه. يعني ايه؟ يخرج من محضر الله. اصل مش بس اللي بيتكلم يعني بيتكلم كلام ادانه ده المخطئ، ده اللي بيدي ودانه ويسمع برضه هو بيتعب ويعثر بخطايا الاخرين. يقول لك الانبا موسى الاسود: اياك ان تكون سمعت بسقطه اخوك لئلا تكون دنته خفيه. اوعى تسمع يقول لك تعال نقول لك فلان عمل ايه، قول له لا مش عايز اعرف، احنا كلنا تحت الضعف. ليه؟ ما انا لو سمعت خطيته ممكن ادينه في قلبي. طبعا خطيه الادانه خطيه خطيره خالص، لكن عدم الادانه ممكن توصلنا الملكوت. يعني احد الاباء برضو في بستان الرهبان قال ان فضيله واحده وصلت لعازر. فاكرين العازر المسكين اللي كان مرمي على باب القصر بتاع الغني؟ بيقول ان فضيله واحده دخلته الملكوت، انه طول حياته عمره ما ادان الغني. ده مسكين ومش لاقي الفتات اللي بتقع من مائده الغني، ورغم من كده الغني ده كان قاسي جدا، ما يجيش في مره كده يقول للخدامين طلعوا الاكل ده اللي بره، الراجل المسكين اللي مرمي بره ده طلعوا له حاجه ياكلها، طلعوا له ميه، طلعوا له حاجه عمره ما عملها. لكن الراجل المسكين اللي بره المرمي على الباب ده عمره ما ادان الغني. عشان كده قال احد الشيوخ في بستان الرهبان ان الفضيله اللي دخلت المسكين اللي مرمي بره ده الملكوت هي عدم الادانه. يبقى الادانه كمان بتضيع علينا الملكوت. كمان الخطر الثالث ان الادانه تسقطنا فيما ادنا غيرنا عليه. يعني ايه؟ يقولوا الاباء كده ان في نعمه محوطه عليا بتخليني مش بسقط في خطيه معينه. لما انا ادين فلان على الخطيه دي اسقط فيما ادنت غيري عليه. يعني ايه؟ انا ما بسرقش مثلا، في نعمه ربنا محوطه عليا مش بتخليني اسرق، لكن انا عمال اقول فلان ده حرام واكلم الناس كلها فلان ده بيعمل ده، فلان ده بيسرق، وبعدين تيجي نعمه ربنا اللي محوطه عليا تتخلى عني، فيحصل ايه؟ اسقط انا كمان في الخطيه اللي انا عمري ما كنت اتوقع اسقط فيها بسبب ان انا عمال ايه؟ ادين. يقول الانبا انطونيوس: لا تدن غيرك لئلا تقع في ايدي اعدائك وتفعل الخطايا القديمه التي تركتها. يقول القديس دورسيوس: من دان في قلبه وتحدث بسيرته على لسانه تتخلى عنه المعونه الالهيه فيسقط في مدان اخاه عليه. قصه كنت يعني سمعتها عن احد الخدام. الخادم ده كان نشيط جدا يعني. المهم جه في مره، بس كان الخدام اللي معاه ما كانوش بنفس النشاط بتاعه ده. راح لامين الخدمه قال له: بص بقى الخدام اللي انت مشغلهم معايا دول مش نافعين، ولا بيخدموا ولا بيعملوا، وحتى الصلاه حتى الصلاه مش بيركزوا فيها. راح امين الخدمه قال له: بص انا مش هرد على كل اللي انت بتقوله ده، لكن هقول لك حاجه واحده، ان ربنا اللي هو اللي سمح ان هم يبقوا موجودين في الخدمه هو اللي يفتقدهم وهو اللي يديهم ان هم يشتغلوا بامانه. الخادم ده اشتغل طول اليوم بامانه في الخدمه، وجه بالليل راح تعبان قوي، كان متعود يصلي صلاه النوم قبل ما ينام، فمن كتر الارهاق قال: لا انا ايه، هصلي بس تحليل النوم. وقف يصلي تحليل النوم لقى بنفسه بيصلي صلاه قبل الاكل. قال: ايه ده، انا ايه اللي حصل لعقلي؟ اتاريه الصبح كان بيقول خدام دول مش بيركزوا في الصلاه، فنعمه ربنا اللي كانت محوطه عليه وكانت مدياله تركيز وقوه في الصلاه حصل ايه؟ تخلت عنه، فبقى يصلي صلاه قبل الاكل بس، خدها قبل النوم. يعني الخطر الرابع، خدوا بالكم هنسأل في الآخر، احنا قلنا ايه؟ اغتصاب حق من حقوق ربنا تضيع الملكوت تسقطني في الخطايا اللي انا ادنت عليها. الخطر الرابع بتضيع الصلاة. يعني ايه؟ الانبا انطونيوس بيقول كده: اياك ان تعيب احدا من الناس لئلا يبغض الله صلاتك. يعني مجرد ان انا عيب على حد، ويمكن الحد ده يستاهل يتقال عليه اكتر من كده، يبغض الله صلاتك. اياك ان تعيب احدا من الناس لئلا يبغض الله صلاتك. في مره اتنين وقفوا يصلوا، فاكرينهم لما الكتاب قال كده ان فلان ده خرج مبررا دون ذاك؟ ليه؟
اصل الفريسي قال ده انا لست مثل باقي الناس الخاطفين الزنا، ده انا حلو قوي. ودول ايه؟ خاطفين وزنا، ولا مثل ذاك العشار. ده العشار ده وحش، ده خاطف، ده واقف بيصلي ولا بيدين؟ واقف بيدين. خرج بالصلاة استفاد حاجة؟ استفادش. التاني بقى كان مكسوف يرفع عينيه للسماء، مش قادر يرفع عينيه قدام ربنا، وقال له ارحمني انا الخاطئ. يقول الكتاب ان ذاك ان هذا خرج مبررا دون ذاك. عشان كده مهم خالص ان احنا نحترس من خطيئة الادانة عشان صلواتنا تستجاب. يبقى ادي الصلاة راحت. تعالوا نشوف الصوم. يقولوا الاباء كده ان اللي بيدين غيره اكنه بياكل لحمه فيبقى فطر. شوفوا بقى، تخيلوا كده لو في اسبوع الالام ولا حاجة ولقينا واحد جاي طبق لحمة بياكله، كلنا هننتقده، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ طبعا، ولا يمكن نقول له دوقني حتة. طبعا امر خطير، الادانة دي خطية صعبة خالص. يقول كده قديس ماري اسحاق ان الذي يصوم عن الاكل والشرب بينما يأكل في لحوم الناس بالوقيعة فصومه باطل. يا نهار ابيض، الصوم راح كمان، الصوم راح. يقول القديس إيرايس انه جيد ان يأكل الانسان لحما ويشرب خمرا ولا يأكل لحوم الإخوة ويشرب دماءهم بالوقيعة. لكن اللي بيجيب سيرة حد ده بيأكل في لحمه وبيه وبيشرب دمه. يبقى الإنسان يحترس جدا من الخطية دي. الخطر السادس، احنا وصلنا الخمسة، خدوا بالكم هنسأل. يربط الآباء بين خطية الإدانة وخطايا العفة. يقولوا ايه؟ ان اللي يسقط في خطية الإدانة يبقى ضيع نفسه من القداسة. مرة اخ من الاخوة راح لشيخ كده في البرية وقال له لماذا يا ابي شيطان الزنا يحاربني بقسوة حتى انني اسقط؟ فاجاب الشيخ لانك تدين غيرك فتفارقك النعمة فتشعر بقسوة الحرب وتسقط. وقيل برضو عن ان احد الرهبان سقط في خطية الزنا وراح للشيخ في البرية وقال له الحقني انا عملت كذا. قال له ما انتش نافع ومش هتبقى راهب وانت تنزل العالم، وحكم عليه حكم صعب خالص وافقده كل رجاء ومشاه فعلا من البرية وقال له ما انتش نافع تبقى راهب تاني. ويقال ان هذا الشيخ قاس في شيخوخته من حروب الشهوة ما لم يقصيه طول شبابه. عشان كده القديس مكاريوس الكبير قال كده احفظوا زواتكم من كلام النميمة والوقيعة لكي تكون قلوبكم طاهرة، لأن الأذن التي تسمع النميمة لا تستطيع أن تحفظ طهارة القلب بدون دنس. الودان اللي تسمع كلام النميمة ما تقدرش تحفظ طهارة القلب بدون دنس. الخطر السابع، احنا هنسأل، خدوا بالكم. تفقدنا السلام. ده هو يعني ربنا قال كده لا سلام قال إلهي للأشرار، وخطية الإدانة دي شر قدام ربنا. يقول كده أحد الآباء إن الذي يعود لسانه أن يقول الصالحات على الأخيار والأشرار يملك السلام في قلبه سريعا. يعني الإنسان اللي دايما لسانه حلو ويشوف في الآخرين كل حاجة حلوة، تقعد معاه يقول لك ده فلان ده كويس في كذا بيعمل كذا، ده فلان ده صحيح حازم شوية وحلو يعني يشوف دايما السلوكيات الحلوة اللي في الآخرين لكن ما يشوفش عيوبهم، فيملك السلام على قلبه سريعا. يقول احد الاباء ايضا من يزيل من ضميره هفوات قريبه يزرع السلام في قلبه. يعني ما نقعدش نفكر في خطايا الاخرين هنلاقي نفسنا نشعر بالسلام. يقول برضو احد الاباء ان شئت ان تجد راحة في هذه الدنيا كل في كل امر تعمله انا ما انا كما لا تدن احدا. فالانسان اللي مش بيدين حد يشعر بالسلام ويشعر بالراحة. كمان خطية الادانة تشغلنا عن خطايانا. يعني انا على طول اشوف خطايا الاخرين، او فلان ده بيعمل، فلانة دي بتسوي، طب انا مشغول بخطايا الاخرين مش هفكر في خطاياي انا شخصيا. عشان كده لما ربنا جابوله المرأة اللي امسكت في ذات الفعل وجههم لخطاياهم قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها باول حجر. انتوا جايبينها عشان ترجموها هنا قدامي، طب اللي منكم بقى من غير خطية يرميها باول حجر. انتوا عمالين تبصوا على خطيتها، طب ما بصيتوش على خطيتكم انتوا؟ عشان كده خطية الإدانة تشغلنا عن ايه؟ عن خطايانا الشخصية. فمهم خالص ان احنا نبقى عارفين ضعفنا وخطايانا. فمرة الأنبا موسى الأسود كان قاعد مع الرهبان في البرية وبعدين قال لهم حاجة هم استعجبوا منها. قال لهم لما الملاك قتل الأبقار في أرض مصر ما كانش فيه بيت من غير ميت. قال الجملة دي وسكت. تفتكروا كان يقصد ايه؟
الأنبا موسى الأسود قال لهم كده لما الملاك قتل الأبقار في أرض مصر لم يكن بيت لا يوجد فيه ميت. قال الكلام ده وسكت. ها يقصد ايه بالكلام ده؟ برافو عليك، الخطية. ما هو انا لما سألوه بقى بيقولوا له يعني تقصد ايه يا ابانا؟ قال لهم يعني كل بيت فيه ميت مش معقول الناس دول هيروح يعزوا اللي جنبهم، مفيش واحد بيروح يعزي التاني، اصل هو عنده ميت في بيته هيروح يعزي اللي جاره. قال لهم كده برضو الانسان اللي بيبص على خطاياه على الميت اللي عنده مش هيروح يدور ايه انه يعزي جاره. عشان كده الانسان اللي مشغول بخطيته مش هيفكر في خطايا غيره، وهينظر دايما للخشبة اللي في عينه قبل ما يبص على القذى اللي في عين الاخر. احد الاخوة سأل شيخ في البرية، قال له ما السبب في اني ادين الاخوة دائما؟ فاجابه الشيخ لانك ما عرفت ذاتك بعد، لان من عرف ذاته لا ينظر عيوب اخواته. يعني انا لو شايف عيوبي مش هبص على عيوب الاخرين، ما انا هشوف نفسي اقول ده انا خاطي وده انا وحش ده انا فيا وفيا. زي ما قلت لكم في الاول ان احد الاباء راح له الإخوة وقالوا له إن أبونا فلان سقط، قال لهم أبي سقط اليوم وأنا أسقط غدا، أنا شايف خطيئتي أنا بس، ما تكلمونيش عن خطايا حد، أنا شايف إن أنا خاطي ومتعب بخطيئتي. في أب اسمه الأب بيور، الأب دوت عمل زي اللي عمله الأنبا موسى الأسود. لما الأنبا موسى الأسود طلبوا منه إنه يجي يحكم على راهب، هو رفض في الأول يروح، لكن قص الأسقيط راح له لغاية عنده وقال له لازم تروح، لان الانبا موسى الاسود كان ساعتها من اقدم 8 رهبان في البريه في الوقت ده. قال له لازم تروح المجمع ده، فراح مضطر. بس عمل ايه؟ ولما سالوه ايه يا ابانا اللي انت شايله ده؟ قال لهم دي خطاياي ورا ظهري بتخر ورا ظهري ومش شايفها وجاي احكم على غيري. الاب بيور عمل نفس الحكايه برضه، طلبوا منه يجي يحكم على احد الاباء، فراح خد الشكاره ديت برضه وخد كيس في رمل صغنن كده قدامه وماشي. فسألوه ايه يا ابانا ده؟ قال لهم كيس الرمل الصغنن ده خطايا الاب فلان اللي انا رايح احكم عليه، واللي ورا ظهري كتير قوي ده خطاياي انا. فانتفعوا من كلامه وما حكموش على الراهب ده في الوقت ده. كمان خطيه الادانه تغضب الله. يعني الانبا اشعياء يقول كده، اذا سمعت اخا يدين اخر فلا تستحي منه او توافقه لئلا تغضب الله. يعني انت شايف واحد عمال بيدين في الاخر، اوعى تتكسف منه او توافقه، لانك لما هتعمل كده ايه؟ هتغضب الله. في مره مامه امنا اريني، حد عارف اسمها ايه؟ ايوه برافو عليك، اسمها مدام جينيفييف. كانت في مره جالها صحباتها في البيت وقعدوا عندها وعمالين يجيبوا في سيره حد، فهي ما عجبهاش الوضع وابتدت تقول لهم لا تغير الكلام، يروحوا ايه؟ يرجعوا تاني للموضوع، وتغير الكلام تاني ويرجعوا نفس الموضوع. في الاخر كان عندها صورة كبيرة للانبا برام، كانتش لسه علقتها على الحيطة، كانت محطوطة على تربيزة السفرة كده. فبصت للانبا برام وايه وقعدت تصلي له وتقول له يعني شوف لك حل في الموضوع ده. فسمعوا خط على الترابيزة لكن ما عرفوش مصدر الصوت، سكتوا شوية وربعوا يكملوا كلام تاني. راح الانبا برام اتجسم من الصورة وخرجت ايده من الصورة وخبط لهم على الترابيزة، فارتعبوا من المنظر. قالت لهم دي بسبب خطيئة الادانة اللي احنا بنعملها، فاحنا نحترس من خطيئة الادانة بدل ما الانبا برام يطلع علينا، ناخد بالنا احسن. الانبا موسى الاسود يقول اياك ان تسمع بسقطة احد اخوتك لئلا تكون بنته خفيتك، احفظ سمعك لئلا تجمع لك حزنا في ذاتك. مهم خالص الانسان يحترس من خطيئة الادانة حتى ولو بالسمع، مش انت اللي هتتكلمي لكن برضو ما تسمحيش لودانك انها تسمع خطايا الاخرين. اخر حاجة بقى الخطر العاشر، انها خطيئة الادانة خطيئة مركبة. طب هي مركبة ليه؟ ايه رأيكم؟ يعني تعتبر مجموعة خطايا في بعض كده. هي اولا موجهة لاربعة، عارفين مين الاربعة اللي الخطيئة دي موجهة في حقهم؟ ها؟ موجهة لربنا نفسه لاني بغتصب حق من حقوقه. موجهة لذاتي انا بضيع على نفسي الملكوت وبقع في 10 اخطار. موجهة للشخص اللي انا بتكلم في حقه. موجهة كمان للودان اللي انا لوثتها، فانا لما بخطئ خطيئة الادانة باخطئ في حق اربعة. كمان خطيئة الادانة فيها كبرياء، فيها قسوة، فيها عدم محبة. فيها كبرياء لان انا ببص من فوق الفلان ده واقول ده خاطي وانا حلو.
فيها قسوة، لان انا مش ببص لظروفه، مش بلتمس له العذر، مش بقول ده فلان ده معذور، ده معلش حصل يعني غصب عنه، لا، ده فيها قسوة وفيها عدم محبة، لانه المحبة تستر، لكن الانسان اللي ما عندوش محبة ما يسترش على حد. يقول الانبا بخوميوس: لا تحتقر احدا من الناس ولا تدنه ولو رأيته ساقط في الخطية، لان الدينونة تأتي من تعاظم القلب، اما المتضع فانه يعتبر كل الناس افضل منه. يقول كمان القديس درسيوس عن ان الادانة يعني ما فيهاش محبة، يقول ان اصل الادانة هو عدم المحبة، لان المحبة تغطي كل عيب. يبقى الادانة فيها 10 مخاطر، حد فاكرهم؟ ها تفضل. بتضيع الصوم، بتضيع الصلاة والقداسة، خطية مركبة. طيب تعالوا نقولهم كده زي ما قلناهم بترتيبهم كده. أول حاجة اغتصاب حق من حقوق ربنا، تاني حاجة بتضيع علي الملكوت، تالت حاجة بتوقعني في الخطايا اللي أنا أدنت عليها، كمان بتضيع الصلاة، بتضيع الصوم، بتضيع القداسة، بتغضب ربنا، خطية الإدانة، بتضيع السلام. خطية الإدانة خطية مركبة موجهة لربنا نفسه، موجهة للشخص اللي أنا بتكلم عليه، موجهة للودان اللي سمعتني، موجهة لنفسي لأن أنا بضيع نفسي. فخطية الإدانة دي في منتهى الخطورة، يجب أن احنا نحترس منها. ودايما لما ممكن مجموعة يقعدوا مع بعض ساعات يعني سامحوني بيتسلوا بالكلام ده، يقولوا فلانة عملت أو فلان سوى، ده مش حلو خالص. عايزين نتناقل أخبار، نقول الأخبار الحلوة، فلان نجح جاب مجموع كويس، فلان كده، لكن مفيش داعي ان احنا نتطرق لخطايا الاخرين. وزي ما شفنا الست العذراء في حياتها عمرها ما ادانت حد، رغم انها تعرضت لمواقف صعبة جدا جدا من اليهود نفسهم ومن رؤساء الكهنة. وحتى لما بعد السيد المسيح وقصة الصلب والقيامة في حياتها مع اليهود تعرضت لمتاعب منهم كتير، لكن عمرها ما ادانت حد. وحتى في الرحلة لمصر وكان في بعض المصريين لما الاوسان كانت بتقع برضو كانوا بيتعبوها، لكن عمرها ما ادانت حد. اتفضل. لا زعائي جامد، زعائي. احنا يعني لو هنتكلم عن امور احنا في ايدنا ان احنا نصلحها ماشي، يعني انا شفت فلان، وبعدين اللي انت بتكلميه عن اخبار عن فلان اللي غلط، طب ما هو يعني ما عنده التلفزيون ويشوف هو اللي هو عايزه، يعني مش لازم ان انت تشتغلي هذه الوظيفة. يعني اي خبر انت هتقوليه متهيألي الناس لا يخفى عليهم شيء، لا يخفى عليهم شيء، وعارفين كل حاجة وعندهم قنوات وعندهم القنوات الاخبارية، ويعني متهيألي مفيش حد تنقصه المعلومة دلوقتي، يعني فمفيش داعي ان احنا حتى شبه الشر ده مفيش داعي ان احنا ندخل فيه. يعني احنا لما نسمع اخبار متعبة عن حد نصلي نقول يا رب اهديه وغيره، وربنا هو اللي يتدخل وغيره. ارجو ان انا ما اكونش طولت عليكم، صحيح لسه ما جاتش الساعه 1 بس كفايه كده النهارده. لالهنا كل مجد دائما ابدا امين.